الدكتور عمر تفضل وذكر موضوع ال 10 ميجا وات الاضافيه من اسرائيل. هل هدول ال 10 ميجا وات هم اللي ذكروا في خطه كيري الاقتصاديه لتزويد محطه معالجه مياه الصرف الصحي في المنطقه الشماليه او بالاضافه لهم؟ شكرا جزيلا. يعني هو احنا كسلطه الطاقه الفلسطينيين لما بنروح من مفاوض الجانب الاسرائيلي بناخذ معانا خطه كيري، ناخذ معانا خطه سلطه الطاقه الفلسطينيه اللي فيها الاحتياجات لقطاع غزه وفيها الاحتياجات لنابلس وفيها الاحتياجات لتركيا واحتياجات لتخريج، هذا هيك بنشتغل. فهذه 10 ميجا وات الحقيقه بجوز يكون فيها تشابه مع خطه كيري لانها هي كانت مطلوبه تحديدا لمتطلبات سلطه المياه. في مشروعين لسلطه المياه، واحد لمعالجه المياه واحد للصرف الصحي الحقيقه، واثنين مهمات وتم الموافقه عليهم يعني. ولكن خليني اقول دائما انا متحفظ بكلمه موافقه عليها، يحتاج الامر للشهر الرابع زي ما قلنا عشان نبدا في ارسال المواد. طبعا يمكن الدكتور رفيق والاخوان اللي هناك عارف مين موجود كمان بيعرفوا انه احنا المواد ترسل يوميا او شبه يوميا من الضفه الى غزه. في قطاع الكهرباء الحقيقه انا سعيد جدا من مدى التعاون الموجود وزملائنا في سلطه الطاقه الفلسطينيه في غزه، احنا يوميا الاتصال بيننا ويوميا في لقاءات، ولانه هذا موضوع فني ولا لا يحتمل انه يكون يسيس، لابد من اخراجه من المعادله السياسيه، رغم انه احنا بنلمس مرات انه في تضييقات على شبابنا، بيرضوش لبعضهم انه يطلع، بيرضوش لبعضهم انه يفاوض، ولكن هذا يعني كان قبل اشهر. الان انا بلمس تعاون شديد من كافه الجهات، وبلمس انه في رغبه حقيقيه، لكن الرغبه الحقيقيه يجب انه يتبعها العمل. هذه الخطه اللي انا حكيت عنها وبجوز الاخوان بيعرفوا اخ علي تحديدا انه الانروا متبنيتها ونقلت هذه الورقه ما بين رام الله وغزه، وانا اسف انه الكلام بنحط بهذه التعابير ما بين رام الله وغزه وانه نحتاج لطرف ثالث، ولكن هي نقلت ولا بد من الالتزام فيها فيما يتعلق بالتحصيل التعرفي البريبيد ميترز معدلات مسبقه الدفع، والتزام بالانظمه والقوانين والتعريفات الصادره عن مجلس التنظيم حتى نبدا بخطوه معقوله ونحسن التحصيل حتى يصبح بمقدورنا انه على الاقل نشغل تربين في المرحله الاولى ومن ثم تربينين وهكذا. ويعني الارقام هذه يا اخوان ما حدش بيحمل حدا جميلة ولا حدا بيقول اي شيء، هي ارقام واقعيه، لكن مش ممكن انها تستمر. النزيف على وصل ل 4.2 مليار، والتناقص في الريفينيوز لوزاره الماليه الهيئه العامه للبترول يعني كان في الماضي ما حدش يسال فيه، الان صار الناس بيسالوا فيه. لا يمكن ان يستمر. الازمه الخانقه اللي بنمر فيها جميعا من النواحي الاقتصاديه تجعل حتى المواطن يسال وتخلق جو من عدم العداله، مع انه يعني انا برايي انه عادل. الوضع مش معقول في غزه، الوضع يجب يجب رفضه يجب، ولكن ايضا يجب العمل على تصحيحه، مش ممكن ان يستمر. فاحنا على خطين متوازيين، خط رفض القطاع بما كل شيء يتعلق بالطاقه الكهربائيه سواء من النواحي الماليه او النواحي الفنيه، ولكن هذا الوضع سيتناقص لصالح الخط الموازي الثاني اللي هو بده يتحسن الاداء الفني والمالي، وايضا الطلب على كميات اضافيه بحيث انها توقع شركه الكهرباء توزيع غزه على هذه العقود الجديده. شكرا. شكرا للاخوان، بس انا كان سؤال للدكتور عمر انه هل الشركه القطريه شركه الكهرباء القطريه وافقت على دفع على تزويد غزه بالوقود؟ لانه بيعرفوا انه هم رافضين اي شركه حكوميه تزود او شبه حكوميه تزود غزه بالوقود، واحنا المفروض نبحث مع شركات خاصه حول تزويد غزه بالكهرباء، مش مع الشركه القطريه الاسرائيليه، وهو ما يصعب المهم علينا. شكرا. إذا معنا الآن الدكتور ياسر العالم استشاري تطوير أعمال، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. في البداية أوجه شكري وتقديري للإخوة في معهد ماس لاستضافتهم لهذا اللقاء الطويل المستديرة الذي كان من المفترض أن يتم قبل
فترة زمنية قبل أن تتعاظم هذه المشكلة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونحن الآن أمام أزمة حقيقية في قطاع غزة، وأعتقد إخوتنا في الضفة يتفهمون جميع تفاصيل هذه الأزمة من خلال شرح الدكتور عمر كتان الذي تمنيت الاطلاع عليه قبل أن أصيغ اقتراحي لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة. أنا بدي أحكي من ناحية عملية، جميع الذي ذكر في طرح الدكتور عمر كتانة بشكل فني تفصيلي دقيق، ولكن في هناك أطراف عديدة للمشكلة. أي مشكلة تحدث أو تنشأ تظهر بمجرد وجود التأثيرات المؤثرات المشكلة، ولكن مشكلة تنبع من وجود أسباب. الأسباب هذه يجب أن تدرس جميعها، جميع الأسباب، ويدرس مدى تأثير كل سبب على المشكلة. لو افترضنا الوقود أو سعر الوقود أو المحطة، التوربينات في المحطة ونسبة استهلاكها، وكذلك الخطوط وتطوير الخطوط، ما هي نسبة تأثيرها على المشكلة، على المشكلة بشكل عام؟ هذا من ناحية الحل قريب المدى. أما من ناحية الحل بعيد المدى، ما هي الخطط المستقبلية لتحسين الطاقة في قطاع غزة بما يتوازى مع الاحتياج المتزايد للطاقة في قطاع غزة؟ هذه الأشياء لا يمكن أن تصار بشكل يلبي الحاجة بدون الخضوع إلى تحليل منطقي عبر الوسائل الإدارية والتخطيطية السليمة، من بيست أناليسيس إلى سوات أناليسيس إلى بروبليمتري أناليسيس، إلى أن نصل إلى خطة تنفيذية لحل المشكلة الحالية القائمة، عشان نتعرف الأسباب الحقيقية نتوجه فيها إلى الحل، ومن ثم نتوجه إلى التخطيط الاستراتيجي في المستقبل لقطاع الكهرباء بشكل عام في فلسطين، بما يضمن استمرار تزويد الكهرباء في فلسطين في المستقبل القريب. وجميع البدائل الحلول إذا لم تخضع إلى تحليل منطقي وتحليل بما يتناسب مع البيئة المحيطة لا يجب أن يكون بالحل. على سبيل المثال، لو تم اعتماد منهجية لجمع تكاليف الكهرباء من المستفيدين، ما الذي يضمن أنه الكهرباء تتزود وهي أصلا تكلفتها عالية؟ طب احنا بنقول تكلفتها عاليه عاليه عاليه، كيف ممكن نخفض الكهرباء؟ هل درسنا ما هي الاسباب الحقيقيه لزياده التكلفه؟ اذا التكلفه عاليه، اذا المحطه غير مجديه، ويجب ان نبحث عن بدائل في المستقبل لكي نعوض هذا الزياده في التكلفه. انا اكتفي بهذه واتقدم بورقتي، واشكر الاخوه في سلطه الطاقه في قطاع غزه، استقبلوا المقترح وهو مقترح بالتفصيل، وان شاء الله تكون فرصه وصلوا للاخوه في سلطه الطاقه في رام الله. يعني بعرف انه الكهرباء، وضع الكهرباء اليوم ومن فتره طويله في قطاع غزه مؤلم وموجع كمان لغزه وللضفه ايضا، لكن ايضا بدي احكي بما خلص له الاستاذ علي، مش علي ابو شهله؟ الاستاذ علي ابو شهله، انه هاي سلعه بدنا ندفع حقها. ما تحدثوا يعني اذا بناخذ ترند تبع من 2000 لليوم في موضوع الكهرباء 7 مليار شيكل دفعت السلطه، وبنحكي عن 4 مليار شيكل عجز بالاسترداد لشركة توزيع الكهرباء. يعني انه المواطن كمان هو بيدفع اللي عليه مشان يحصل على المواطنة، مش بس الوطن بيدفع للمواطن، بنعرف المعاناة جميعها. بكل الأحوال القدرة المالية اللي بتقول القدرة المالية للسلطة الفلسطينية اليوم وضعها صعب، هي منهارة إذا بدي أقول أكثر، يعني من ناحية الديون سواء للبنوك أو للقطاع الخاص. في الضفة في غزة أيضا له ديون على السلطة، اللي أهم من مع أنه مع أهمية كبيرة للكهرباء، هو الأهم منه هو إنهاء الانقسام من أجل يفتح فتحة أو يلاقي يعني فسحة لإمكانية حل المشاكل اليومية للمواطنين. المي فيها مشكلة والكهرباء وكل هذه القضايا اللي بدنا اياها، انه كيف ندفع، كيف يمكن دفع المواطن الفلسطيني لانهاء الانقسام، مش عبر تقسيمه لكن عبر انهاء ازماته المتتاليه نتيجه الانقسام جزء منها، ونتيجه عدم الاداره الجيده. لا يعني الكل بيتحمل مسؤوليه، لكن المسؤوليه الاكبر على اللي ما دفع، اللي ما قدم واجباته من اجل ان يحصل على حقوقه. فالفكرة الأساسية هو أحد الخطوات الممكنة لإنهاء جزء من الأزمات المتتالية في قطاع غزة سواء الاقتصادية وغيرها، هو نبدأ بإنهاء الانقسام ومن ثم
لكن هي خطوه طويله يعني بدهاش مش وقت قصير، لكن بعض الحلول الممكنه، لكن لن يكون هناك حل جذري لا للكهرباء ولا للمية ولا للسولار ولا لغيره الا بانهاء هذا الانقسام. وهذا مشان ما نقعد نلوم بعضنا، يعني احنا ما بنلوم قطاع غزه انه ما بيدفعوا، كمان ما بنقدر نلوم وزاره الماليه اللي ما بتقدر تدفع كمان، واللي وضعنا على مستوى الاتفاقيات مع مصر وغيرها كمان احنا نتحمل مسؤوليتها كفلسطينيين، سواء بالموقف السياسي اللي اخذناه او اتخذوا البعض في فيما يتعلق بمصر، واللي بنعرف انه يعني مصر ما غزه ما بتقدر يعني تتخلى عن مصر لانها هي معبرها الوحيد، هي الرئه الوحيده لها، وبالتالي حكمه سياسيه شوي مشان تجنب الشعب الفلسطيني وإياه او المواطنين هذه الويلات. بدي اختم اقول انه صحيح انه يجب ان يعني يكون في هناك حلول للمعاناه، لكن لن تحل هذه المعاناه الا بحل المعاناه العامه وهي الانقسام. اولا بدي احكي يمكن بشكل عام، اولا نحن تعاملنا مع مواطننا في غزه كتعاملنا مع مواطننا في الضفه الغربيه، ويمكن اكثر شويه انت لا يعني في البعض سال عن بده يطلع على الاتفاقيات مع الشركات الاسرائيليه. احنا اتفاقياتنا مع الشركات الاسرائيليه ويمكن الدكتور عمر على اطلاع على جزء منها، ويمكن شارك في المفاوضات مع الشركات الاسرائيليه كسلطه الطاقه. احنا الكاستمر الزبون الاكبر للشركات الاسرائيليه، وبالتالي اتفاقياتنا نحصل على افضل سعر ممكن يحصل عليه اي زبون لدى هاي الشركات. وبالتالي احنا اتفاقياتنا يمكن موجوده مع شركتين هن اللي الريفاينرز او اللي هي شركه حيفا وشركه الشدود 50% 50%. انا بقول ليش نتعامل مع مواطن موجود في غزه افضل شوي من الضفه الغربيه، لانه احنا كمان اولا بنبيعه بنفس السعر اللي كان بنبيعه لمواطننا في الضفه الغربيه المحروقات. يضاف الى في غزه الشيء اللي اكثر انه احنا ندفع التكاليف اكثر ارتباطا بوضع المعبر وكرم ابو سالم وجود الجيش الاسرائيلي، ندفع له رسوم الشركه اللي كانت بتساعدنا في نقل المحروقات في الانابيب من الجانب الاسرائيلي الجانب، وبالتالي بقول لك التكلفه الموجوده عندنا على قطاع غزه اكثر وبنبيعه بنفس السعر، عشان هيك تعاملنا مع الموجود في قطاع غزه افضل. شكرا. يعني مع هذه النهايه المتفائله والمسؤوله للدكتور عمر كيتاني، ما بقي شيء الا ان اشكر المتحدثين جميعا، الدكتور عمر والسيد فؤاد الشوبكي والسيد علي ابو شهله، وبشكر كمان زميلي في اداره الجلسه الدكتور معين رجب، وان شاء الله تكون هذه الورشه تكون تشكل حافز للتعامل بروح مسؤوله بقدر الكلام والنقاط المسؤوله التي طرحت من مختلف الاطراف. شكرا لكم جميعا، وان شاء الله نلتقي فيكم في الجلسه القادمه. شكرا.